رشيد نجاز عاد كيدير فيديو والو هضر فيه بزاف على بزاف صوالح، بصح لا بارتي انا اللي كنت باغي ولا اللي راني باغي نهضر عليها في هاد لا فيديو هي لا بارتي وين قال يليق نبنو تاريخ الجزائر. والتاريخ تاع الجزائر هذا هو اللي راني باغي نهضر عليه، نعلق على واش قال في لا فيديو. وكان جوست مد ان اكزومبل، قال باللي بوركوا علاش لي زالجيريان باغ اكزومبل ما عندهمش زعماء، ما نشوفوش زعيم ولا. ف سي سيت بارتي كي مكونسيرن، يعني هذه اللي غادي نهضر عليها دروك في هذا لا فيديو، ونشرح نقول علاش ما كاينش زعماء با سيلمون في لالجيري، مي هذا فينومين هذا كاع نور افريكا، علاش ما كاينش ديكتاتور زعيم ولا كيما نعرفوا حنا، علاش لي زالجيريان ولا الشعوب الامازيغ ولا تاع لافريك مش الجزائر مروك ما يقبلوش. تلقى توجور غادي يكون تشوف ليستوار تاع لافريك دي نون جيسكا بريزون، غادي تلقى توجور الامازيغ جينيرالمون هما تلقى الامازيغ اللي مشادين في لاكيتور تاعهم ماشي اللي تعرفوا، ما يقبلوش المستاش، ما يقبلوش الزعيم، ما يقبلوش الديكتاتور، ما يقبلوش الملك ولا الديكتاتور ولا اي واحد، ما تلقى توجور كاين هذه ايفولوسيون كونتر سي بيرسون هادو. غادي نشرح لكم في هاد لا فيديو بوركوا، وجيسبر ان شاء الله توصل لا فيديو للسيد رشيد نجاز المحترم. هاد الشيء معروف عند المؤرخين، وهذا الشيء اللي هضرت عليه اليزابيث فينترس مع مايكل بريت في الكتابه تاعها ذا بيربرز اللي كنت شحال من خطره كنت هضرت عليه، وكيما راكم تشوفوا هنايا في هاد لابارتي وين تبين تقول باللي هاد ليليمون اللي بانت على الانستابيليتي هو كاركتير بربر، وين عند الامازيغ ولا الممالك الامازيغيه اللي ما عندهاش كلير برينسيبل اوف برايموجينيتشر، يعني ما الملك با فورسيمون يمد الحكم لولده. وهذا الشيء هو اللي كان يمنع ان الامازيغ ينوض عندهم ان ديكتاتور، ما كانش عندهم لي ديكتاتور، ما كانوش يقبلوا هذا الشيء ان يكون عندهم دي ديكتاتور. الحاجة تانية الزوجة اللي هنا تاني راهي تهضر عليها واللي مدت بلي زيكزومبل تاع لي جيتول اللي هما قبائل الامازيغ اللي كانت تطور على الملوك وما ترفض باش تمد الضرائب. وهذا الشيء شفناه، شوفوه بار اكزومبل هنا الشيء اللي تهضر عليه في المروك قبل ما تتاسس الدوله هذه الحديثه، اللي كانت المخزن كان يحكم برك في بلاد المخزن اللي تسمى بلاد المخزن، العائله العلوي كانت تحكم برك في بلاد المخزن وما كانش تحكم في بلاد السيبا اللي كانت تابعه للملوك الامازيغي اللي كانت محافظه على الامازيغيه تاعها، اللي ما كانت ترفض تمنع تمد دي تاكس للعائله العلوي. العائله العلويه كانت تدي دي تاكس برك من بلاد المخزن اللي كانوا تابعين ليها. المهم هادو زوج تاع لي زيليمون اللي ذكرتهم اليزابيث فرانسيس مع مايكل بريت تبين باللي ما ينجمش يكون زعيم بهذا المعنى اللي راميه اللي يعرفوه بار اكزومبل دروك، انه واحد قائد ديكتاتور عن ديكتاتور يحكم في الشعب ومستعد يقتلهم. احنا لا بريمير فوا شفنا هذا الشيء في الاستوار تاع افريكا دي نور، شفناها مع الدوله الموحديه والدوله المرابطيه. وناخذ اونتر بارونتيز كي نقول الدوله الموحديه والدوله المرابطيه، مانيش قاصد نطعن فيهم خاطرش هذا حاجه هيستوريك، حنا توجور نتعلموا باللي ليستوار نشوفوها في الكونتكست تاعها. بصح وين كان الدوله تقتل في الشعب تاعها وتقلع دير دي كريم بون ريزون بو اون اوتر، بدات مع هذا الدول. ونفكركم باللي اصلا عبد المؤمن بن علي الكومي هو راه ولد الدشرة تاع جدي، انا جدي وين كابر وزايد وبواه وجد جدي وكاع جدودي من ندروما من تندرومتو، هو مؤسس الدولة الموحدية راه من تلمسان من ندروما. وي راني معاك الفو يليق، حنا راه عندنا مشكل تاع التعريب،
ديجا مي راني جبت هذا. حنا كون تدخل دارك باغ اكزومبل تدخل جوجل تاع بالعربيه تشوف هنين، هنين اللي جايه في تلمسه اللي زاد فيها يعني اللي جايه في نضروما ولا حدا نضروما، هو زاد تم جدودو كاع من نضروما كيما راكم تشوفوا. هيز فادر واز بوتر فروم نضروما، هو اصلا من نضروما. فهنين الامازيغيه هنا مكتوبة تزخر هنين بآثار فينيقية وعربية يعود تقويمها إلى عهد الموحدين، كوم سي الموحدين كانوا دي زغاب هما كاع أمازيغ. السيد اللي مؤسس دولة أمازيغي. احنا واش اللي قلنا؟ اللي قلنا هذاك التاريخ اللي راه كاين في هاد الكتب اللي كيتقرا للشعب، راه هاد لو غون بروبليم اللي راه عندنا حنايا في لاجيري و جوبونس باغي في كاع لافريك دي نور، سي كو راه كاين هاد الانفصام تاع الشعب. الشعب ما عايش في الارض تاعو، الشعب بالكور تاعو راه عايش في الارض، ما يعرف والو على ليستوار تاعه، يعرف برك زوج كلمات يعاودوهم له وحدين يجوا في لاتيلي. حنا في الجزائر باغ اكزومبل يجوا عندنا في لاتيلي هذه القنوات، وهذوك دي جون باش ما نقولش حاجه ما مشي مليحه فيهم ولا، بصح اقل شيء نقولها حاجه ان اذا كان صح حابس ممكن يكون حابس، اما اذا كان يكذب فهذيك حاجته هو. بصح يفوا يقرا لي استوار لاجيري اللي قالها لي استوار تاعها تتقرا حاجه متفقين عليها كاع. فانا راني مع السيد رشيد نجاز اللي كان يليق بناء تاريخ الجزائر، يليق نبنو تاريخ الجيري. هاد لي بروبليم هذا غادي يقعد لاصق فينا 100 200 سنه 300 سنه 400 سنه، غادي نقعدو توجور حاصلين. غادي الشعب الثاني يقعد توجور منفصل على تاريخه على بلاده، وغادي تقعد الجيري ولا لافريك دي نور تقعد توجور عندها انفصام في لا بيرسوناليتي تاعها. وي هذا الشيء بغيت نقول، تحياتي وراني مع السيد رشيد نكاس. هذه هي، وشكرا وفي